إذاعة سلطنة عمان. الشعر يروي بدقة ووضوح أشياء غامضة. أصوات من هنا، أصوات من هناك. مختارات من الشعر العالمي. برنامج يومي يكتبه أحمد شافعي. كان لا يقرأ الرواية مؤثرا عليها القصيدة والقصة والمقالة، لا لنفوره من المطولات كما قد يحلو لعبيد الرواية أن يتصوروا، فقد كان الرجل يقرأ الموسوعات على سبيل التسلية، بل لأن الرواية تفتقر إلى الشكل، ولذلك قال إنه لم يقرأ رواية يوما إلا على سبيل الواجب. ليست لهذه المعلومة صلة بالقصيدة التي نقدمها هنا لخورخي لويس بورخيس، ولكن كيف لبرنامج معني بالشعر أن يتغاضى عن الاستناد إلى رأي عملاق الأدب في القرن العشرين في مواجهة غول الأدب المسمى بالرواية؟ ولد خورخي لويس بورخيس عام 1899 وتوفي عام 1986، وفيما بين السنتين أجاد بورخيس لغات عديدة لعل من بينها العربية والعبرية، علاوة على الإسبانية والفرنسية والإنجليزية وربما لغات أخرى، وكتب في أشكال عديدة من بينها المقال والقصة والقصيدة والأقصوصة وقصيدة النثر، ومارس الترجمة والنقد، واشتغل بالتدريس وبالمكتبات. وقال عنه جي أم كويتسي الأديب الجنوب أفريقي الحائز على نوبل إنه أكثر من جدد في لغة الكتابة السردية، وإن تجديده فتح الباب على اتساعه لأجيال تلته من كتاب الأدب بالإسبانية. نقدم له في هذه الحلقة قصيدته نوم، أو ربما حلم، من يدري إلى ما سننتهي. لو النوم هدنة حقا كما يقال في بعض الأحيان، لو أنه وقت صاف يستريح العقل فيه ويبرأ، فلماذا حينما يوقظونك فجأة تشعر أنهم سلبوك كل ما كان لك؟ لماذا كل هذا الأسى عند الاستيقاظ في الفجر؟ ذلك ينزع منا هبة بالغة الغرابة والعمق، حتى إننا لا نتذكرها سوى بين النوم واليقظة. لحظات النعاس تلك التي تزين بالأحلام عقلنا الواعي وترصعه، الأحلام التي قد لا تكون إلا هشيم صور لكنز الليل، ذلك العالم الذي لا زمان فيه، الذي لا يحمل اسمه ولا يحيط به قياس، والذي يتكسر في مرايا النهار. ترى من الذي ستكونه هذه الليلة في ربقة النوم العميقة لحظة أن تعبر الجدار؟ هناك من يحذرون من الترجمة عن لغة وسيطة، وهناك من يروجون لها. المحذرون يعرفون الكثير عن الترجمة في واقع الأمر، يعرفون أنه ما من نص ينتقل إلى لغة جديدة وهو كامل، وأنه ما من كلمة في اللغة الجديدة إلا ولها تاريخ لا يعرف به النص الأصلي، ومن ثم تكون الترجمة عن الترجمة عملا محفوفا بالمخاطر. أما المدافعون عن الترجمة من لغة وسيطة فمنطلقهم فلسفي أحيانا، إذ يقولون وأي نص هذا الذي يمكن الزعم
بأنه أصلي أصيل لا تشوبه منذ بداية الأمر لغة أخرى، وأي ترجمة هذه التي يمكن أن تكون نهائية كاملة لا تليها ترجمات أخرى. وفي أحيان أخرى يكون منطقهم برجماتيا نفعيا، فيقولون إن الترجمة عن لغة وسيطة حل مؤقت لحين تتوفر ترجمة عن اللغة الأم. ومن جهتنا نرى وجهتي النظر جديرتين بالاحترام، مستندتين إلى منطق قوي. وهذه القصيدة مثال جيد يمكن أن يحتج به الفريقان. لقد اعتمدنا على ترجمة روبرت ميزي إلى الإنجليزية، ولكننا اطلعنا أيضا على ترجمة أليستير ريد. ليس الاختلاف بين الترجمتين إلا بحجم الاختلاف بين الحلم والنوم. نعم، ترجمة ميزي تعنون القصيدة بنوم، وترجمة ريد تعنونها بحلم. نصان إذن بين أيدينا، ويمكن بالفعل أن نخصص لكل منهما حلقة، غير أننا من الواضح أننا قد انحزنا هنا لترجمة ميزي لقصيدة نوم، ففي ظننا أن أحدا لم يزعم أن الحلم راحة للإنسان، في حين أن هذه الفرية منتشرة تماما بحق النوم. ولكن لا شك أن القصيدة لا تتكلم عن النوم بمعنى انتفاء الوعي وجمود الذهن، إن كان ثمة من يرى النوم هكذا. القصيدة بالقطع تتكلم عن الحلم، عما بين النوم واليقظة، عن فرصة الإنسان الكبرى في أن يكون غير نفسه. في ترجمته ينهي أليستير ريد القصيدة على النحو التالي: ترى من الذي ستكونه الليلة حينما يهوي بك الحلم في الظلام إلى الجانب الآخر من الجدار؟ لا فارق يذكر بين الترجمتين هنا، طالما أن هناك ذكرا للجدار، وربما كان يجدر بنا أن نقول السور، وربما يليق بنا أن نرى أنفسنا الواعية سجنا من نوع ما، لا فكاك لنا منه إلا بالنوم، بالحلم، بالخيال. ويا لبورخس هذا، ويا لمتاهاته الممتعة. عشنا في هذه الحلقة مع قصيدة نوم أو حلم للشاعر الأرجنتيني خورخي لويس بورخس. أصوات من هنا. غدا قصيدة جديدة من الشاعر العالمي أحمد شافعي، سليمان بن علي المعمري، وحمد بن سعيد الحبسي.